الحديث بشكل أكثر تفصيلاً نرحب بضيوفنا عبر سكايب من تونس السفير إلياس القصري رئيس قسم العلاقات الدولية والخارجية في المركز الدولي للدراسات، وعلى الجانب الآخر أيضاً ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ ربيع قاسم الكاتب الصحفي. أرحب بكم، وإذا سمحتم لي أن أبدأ بسيادة السفير إلياس القصري. سيادة السفير أرحب بك إذن معنا في هذه التغطية، و الحقيقة تطورات متلاحقة متسارعة كما ذكرنا سابقا للشأن التونسي. دعني أبدأ معك إذن من آخرها. بالأمس شهدنا اجتماع أمني عسكري للرئيس قيس سعيد، بعده كانت هناك كلمة عن الأموال المنهوبة، عن بعض التصالحات الجزائية، تحدث أيضا أو ناشد التجار بضرورة أن يكون هناك حس وطني للتعامل مع الأزمة. الآن كيف تبدو الأوضاع من وجهة نظرك سيادة السفير؟ اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وتحيه حاره الى الشعب المصري الشقيق. التطورات الاخيره في تونس هي استجابه لطلبات طال انتظارها من طرف الشعب التونسي وصرائح كبيره منها الشباب الذي له طموحات في تحقيق الشغل والحريه والكرامه الوطنيه، لكن راى في السنوات الاخيره شد السياسات المتعاقبه وشمل المؤسسات ومنها شمل المؤسسه النيابيه، وكانت تطلعات الشعب ان يسعى للاستجابه الى اهداف الثوره بحريه وكرامه وطنيه، لكن على الاسف كذلك فكان الانتظار واخيرا استجابه الرئيس قيس سعيد الى طلب الشعب التونسي و طيب سيادة السفير أنا بعتذر عن المقاطعة، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في وضوح الصوت. أنا سأعود إليك مرة أخرى لأستطرد معك هذا النقاش وحتى يتم أيضا حل هذه المشكلة في الصوت، وأذهب إذن إلى ضيفي على الجانب الآخر الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم، ودعني أبدأ معك إذن فيما يتعلق بالكلمة التي قالها قيس سعيد بالأمس. يعني البعض قال أنها كلمة صريحة وواضحة للغاية وموجهة إذن لمن نهبوا أموال التونسيين، البعض وصفها بأنها كلمة تمس القلوب أيضا. أستاذ ربيع كيف قرأتها؟ في البداية شكرا على هذه الاستضافة وتحية لكم كل الشعب المصري المتابع لهذه المرحلة الانتقالية والحساسة التي تعيشها تونس. ليلة أمس كان رئيس الجمهورية قد استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير مجهول، وأصدر نص وقال أنه سوف يتم بإصدار نص قانوني ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، ودعا كذلك المتورطين في هذه يعني المتورطين في نهب هذه الأموال إلى الانخراط في هذا الصلح بما يسمى بالصلح الجزائي، وكذلك عوضا عن الملاحقة القانونية والدخول إلى السجن. وأكد كذلك سعيد أنه لا يريد التنكيل بأي رجل أعمال أو مستثمر في تونس، إلا أن ودعاهم إلى الانخراط في بناء تونس بما يسمى بتونس الجديدة، بالانخراط في نهضة تونس الحقيقية، في بناء المستشفيات، في دعم البنية التحتية في تونس. وأرى أن هذا أحسن اختيار، وكان سعيد منذ دعا بهذا الحل منذ 2014 حين دعا إلى صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب الأموال سواء في تونس أو خارج تونس. نعم، فيما يتعلق بالإصلاحات الجزائية تحديدا، هل لي أن نفسر معك هذا التصريح أو هذا المصطلح أستاذ ربيع؟ هل هذا يعني أن من يقوم بإرجاع الأموال مرة أخرى إلى الشأن التونسي لن يعاقب أو لن يكون تحت طائلة القانون؟ هذا وفق ما أكده سعيد ليلة أمس. قيس سعيد رئيس الجمهورية اشترط على هؤلاء يعني الذي يخصهم هذا الموضوع أن كل شخص في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل في مدن البلاد الصغيرة والكبيرة من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا على غرار مشاريع كما قلت البنية التحتية، بناء المستشفيات، بناء المدارس. وأظن أن من سيساهم في هذه العملية أظن أنه لن تطاله العقوبات.
نعم، الكثير الحقيقة من الملفات المفتوحة الآن، عقابات أيضا تم الحديث عنها، تحقيقات واسعة تم الحديث عنها أنها ستطال كل من نهب أموال الدولة أو كل ما كان متعاون ربما في إفساد الداخل التونسي. هذه التحقيقات فتحت الآن سيد ربيع، السؤال الآن يعني هل هذا الوقت مناسب في فترة تجميد البرلمان لمدة 30 يوما، يعني ما يتعلق بالتحقيقات أو فتح الأمر القضائي الآن؟ بالطبع هذا هو الوقت المناسب، يعني بعد 3 أيام من تجميد البرلمان ومن القرارات التي أصدرها القائد السعيد. أنا أود أن أفتح قوس صغير أنه هذه القرارات لم تأتي تلقائية، هي جاءت بعد تدهور المشهد السياسي في تونس، والذي أدى إلى تدهور المجال الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الصحي. قيس سعيد أراد أن تنفرج الأزمة تلقائيا، أراد أن يكون الصلح يعني بدون أن يضطر إلى تفعيل الفصل 80، ولكن الطبقة السياسية التي سقطت وساقطة، أي بأقصد التي سقطت من الحكم، لم تتفهم تنبيهات قيس سعيد منذ سنتين وهو ينبه، وهو يعني يا مسؤولين تعالوا نجلس على طاولة الحوار. نعم، هذه نقطة مهمة أستاذ ربيع لو سمحت لي، يعني أيضا تأتي في سياق السؤال الماضي. القضاء التونسي يعني تعلم أن لا سلطة على القضاء غير القانون، والبعض يتساءل يعني لماذا قبل هذه القرارات لم يقف القضاء التونسي في وجه ما تقوم به حركة النهضة بزعيمها راشد الغنوشي، على غرار أن كان هناك بالفعل تقارير مقدمة إلى القضاء ولكن لم يتم البت فيها. السؤال الآن أيضا مع وجود الآن هذه التقارير معادة إلى القضاء بتوجيهات من الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أي مدى هذه المرة سيكون القضاء التونسي مجدي في هذه التقارير، على يعني غرار أيضا الحديث عن شبهة فساد في القضاء التونسي أستاذ ربيع؟ في البداية أنا أنزه القضاء التونسي، والقضاء التونسي كما تفضلت بأنه لا سلطان عليه سوى القانون. كان قد تعهد القضاء التونسي بفتح عدد ملفات تتعلق بالتمويل الخارجي للأحزاب، الأحزاب التي ساهمت في الانتخابات منذ 14 جويلية، وقد ثبت بتورط العديد من الأحزاب، أهم 3 أحزاب قائمة وهي حركة النهضة وقلب تونس، كذلك هناك منظمة أو بما يسمى بجمعية ثم صارت حزب عيش تونسي. هناك تمويلات رهيبة خارجية تتعلق بهذه الأحزاب زمن الانتخابات التشريعية والرئاسية. أظن أن القضاء في هذه المرة سيكون حاسما في فتح هذه الملفات وفي الفصل فيهم، خاصة وقد استبشرنا خيرا منذ أيام قليلة عن سقوط البشير العكرمي، رأس الأفعى الكبير في القضاء التونسي، والذي سقط وجمد من القضاء ولتورطه مع حركة النهضة في قبر الملفات المتعلقة بالقضايا الإرهابية. يعني القضاء سيكون هذه المرة، وأعتقد وأتمنى أن يكون حاسما في الفصل في هذه الملفات. هناك مطالبات لقيس سعيد بتوسيع دائرة التحقيقات أو إسقاط الفاسدين أستاذ ربيع، ما من الممكن أن تشملوا هذه الدائرة؟ هل من الممكن أن نسمع في الفترة القادمة عن قيادات مثلا في الداخلية؟ هل يعني القضاء أيضا إن كان هناك شبهة للفساد في القضاء التونسي من الممكن أن تناله أيضا قسط من هذه التحقيقات؟ يعني كيف من الممكن أن نوسع على حسب المطالبات الآتية إلى قيس سعيد بتوسيع دائرة التحقيقات؟ رئيس الجمهورية منذ اجتماعه مع المراقبات التونسية أكد أنه لا مصالحة إلا مع الشعب، وأن من له قضايا فساد ستتم محاكمته، سواء أمن سواء سياسي نائب شعب أيا كان تتعلق به قضايا فساد ستتم محاسبته ومحاكمته محاكمة عادلة وفق ما ينص عليه القانون والدستور. خاصة هناك العديد من نواب الشعب الذين تتعلق بهم قضايا فساد، وهناك نواب لديهم أحكام بالسجن، مثل نائب عن ائتلاف الكرامة المنتمي إلى حركة النهضة أو بما يسمى بالتونسي باراشوك حركة النهضة، لديه 4 سنوات سجن مع النفاذ العاجل. يعني أكيد أنه هذا إذا تم اعتقاله سوف يتم تنفيذ هذا الحكم. كما أعيد، يعني كل شخص في تونس مهما كان منصبه أو صفته وتتعلق به قضايا فساد ولديه أحكام بالسجن أو أحكام جزائية، سيتم محاسبته ومحاكمته وتفعيل هذه الأحكام.
العيون كلها الآن متجهة إلى القصر الرئاسي في تونس أستاذ ربيع، الكل ينتظر ما يصدر عنه من قرارات ملامح رئيس الوزراء القادم أو رئيس الحكومة القادم في تونس. برأيك لماذا حتى هذه اللحظة تأخر تسمية رئيس للحكومة؟ أعتقد أنه رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، لأن السلطة التنفيذية في هذه الفترة لا تزال عن قيد سعيد، وإذا حتى إذا جاء هذا رئيس الحكومة لن تكون في يده السلطة التنفيذية، هو سيباشر يعني سيباشر وسيقوم بإدارة القصبة أي الحكومة. ولكن أعتقد أنه في هذه الفترة الحساسة والدقيقة في تاريخ تونس يجب أن لا يجب أن يكون اختيار اعتباطي لرئيس الحكومة أو لرئيس الوزراء، يجب أن تكون شخصية تتوفر فيها عدة معايير، أهمها أن يكون كفاءة وطنية أو يكون وطني، يعني انتماءه وولائه لتونس لا لغير تونس، مثل بعض من سبقوه في هذا المنصب، وكذلك الكفاءة يجب أن يكون كفء. وأعتقد أن الحكومة ستتجه في اتجاه حكومة وحدة وطنية وحكومة كفاءات تدير البلاد في هذه الأزمة، الأزمة الصحية خاصة والأزمة الاقتصادية. ويجب أن يكون رئيس الحكومة يعني الذي سيتم تعيينه تتوفر في هذه الشروط، وخاصة الكفاءة الوطنية، وأن يكون انتماءه لتونس ولا نعم. شيء غير تونس. بجانب الكفاءة الوطنية أستاذ ربيع التي بالتأكيد يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة القادم في هذا الوضع الحساس، يعني من المشاهدة للوضع التونسي ما هي الحنكة التي يحتاجها؟ هل تونس الآن بحاجة إلى حنكة اقتصادية أم سياسية أستاذ ربيع، أو ربما تكون عسكرية أيضا؟ تفضل. إذا عولجت المسألة السياسية ستتعالج جميع المجالات، خاصة المجال الاقتصادي. تونس منذ هو السبب الرئيسي لخروج مئات الآلاف من المواطنين يوم 25 جويلية وقبل 25 جويلية، هو تدهور الوضع الاقتصادي، هو تفشي المظاهر التي أدت إلى سقوط الوضع الاقتصادي في تونس، البطالة، التهميش، غلاء الأسعار، تدهور القدرة الشرائية للمواطن، كل هذه الأسباب ساهمت في اندلاع يعني هذه الاحتجاجات وخروج المواطنين المطالبة بإسقاط هذه المنظومة التي فشلت في إدارة زمام الأمور في تونس، فشلت في عدة في جميع المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، خاصة على المستوى الصحي. هذه الحكومة التي أسقطت والبرلمان كذلك ساهموا وأجرموا، أقول أجرموا في حق الشعب التونسي الآلاف من المواطنين الذين ماتوا بسبب غباء وحمق هذه الحكومة السابقة، والتي فشلت في إدارة، خاصة إدارة المنظومة الصحية، والتي ساهمت كما قلت بإصابة وقتل العديد المئات من التونسيين، ووجب على رئيس الجمهورية أن يحملهم المسؤولية الكاملة، وعلى رئيس الجمهورية أن يحاسبهم بما فعلوا في الشعب التونسي، خاصة المئات أو الآلاف الذين قتلوا جراء تفشي هذا الوباء، وبالسياسة الغبية التي تبعتها حكومة المشيشي الساقطة السقوط يعني المزاحة. وكذلك البرلمان يجب أن يحاسبوا على ما اقترفوه في حق هذا الشعب التونسي، خاصة في الناحية الاقتصادية. تونس كانت يوم قبل 25 جويلية وحتى يومنا هذا، ولكن أشد على أن في الحكومة السابقة الوضع الاقتصادي في تونس لم تشهده تونس منذ فترة تصوري، يعني في فترة الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة لم نشهد مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي عاشته تونس. فعلى الحنكة أو المعيار السياسي كما تفضلت على رئيس الحكومة أن يحدد بوصلته على الجانب الاقتصادي للنهوض بتونس وللرقي بها وبشعبها. تبقى هنا المعضلة أستاذ ربيع التي يتحدث عنها البعض، والتي بالتأكيد يعني سيكون لها حل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. أي رئيس حكومة أو أي يعني أعضاء من الحكومة لهم برنامج، هذا البرنامج من المفترض أن يقدم إلى مجلس النواب. الآن مجلس النواب يعني مجمد لمدة 30 يوما، كيف سيتم حل هذه المعضلة إذن أستاذ ربيع؟ هي في الحقيقة ليست معضلة، هو الفصل 80 يعطي لرئيس الجمهورية السلطية باسترجاع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بحيث رئيس الحكومة الذي سوف يتم تعيينه هو رئيس وزراء، يعني لا يحتاج إلى مصادقة من أو بإجماع من البرلمان، لأن البرلمان مجمد بالسلطة التشريعية عند رئيس الجمهورية، كذلك السلطة التنفيذية، هو يعني قبل 25 جويلية السلطة التنفيذية كانت بيدي رئيس الحكومة، والسلطة التشريعية كانت بيدي البرلمان. في هذه الفترة أو في هذه الفترة الحساسة والانتقالية لا يوجد برلمان
حتى يصدق على هذه الحكومة، لأنه الشرعية كذلك عند رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية التي كانت موكلة عند رئيس الحكومة هي الآن بيد رئيس الجمهورية. فالآن قيس سعيد ما عليه إلا تعيين رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة، يتمتع بالحنكة، يتمتع كذلك بالإخلاص والولاء لتونس ويسير هذا الوضع. طيب دعني أختمك بهذا السؤال أستاذ ربيع إذا سمحت لي، يعني ما هي السيناريوهات القادمة فيما يتعلق بتجميد البرلمان بعد انتهاء مدة 30 يوما؟ هل هناك دعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أم سيكون هناك تسوية دستورية؟ نحن لا نقرأ الغيب، نحن كل ما نتمناه نحن لا نتمنى. نعم ولكن التوقعات يعني نعم نحن لا ننظر إلى يعني ما بعد شهر أو شهرين. نحن الآن هناك منظومة أجرمت في حق التونسيين، هناك منظومة خنقت التونسيين تلة 10 سنوات، أرهبت ودمرت وفقرت التونسيين. هذه المنظومة سقطت وتم إسقاطها بالدستور، تم إسقاطها بالدستور وفق نص دستوري. اليوم يجب على التونسيين وعلى رئيس الحكومة وعلى رئيس الجمهورية عفوا أن نتوحد وأن نتجيش ونوحد صفوفنا من أجل القفز إلى ما بعد 25 جويلية، يعني إلى الإرساء إلى بر الأمان. إذن المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية هو الإسراع في تعيين رئيس الحكومة حتى لا تبقى القصبة شاغرة. كما تفضلت يعني سعادتك أنك قلت رئيس الحكومة يجب أن تتمتع فيه عدة معايير أهمها الكفاءة والحنكة الوطنية. اليوم يجب أن نمر إلى فترة البناء وفترة الانتقال من الانتفاضة التي قام بها الشعب التونسي من 25 جويلية إلى فترة الانتقال البنائي وإلى النهوض بتونس، في خاصة في هذا الوقت الحساس. ولكن كما اليوم السيناريوهات، أنا شخصيا يعني لست متفقه في الدستور، أنا كاتب صحفي ومحلل وأحلل هذا الوضع في تونس، ولكن الشعب اليوم يعني كما نلاحظ في صبر الآراء لا نريد أحزاب. الشعب يقول لا نريد أحزاب، لا نريد كذا، نريد اليوم بناء جديد لتونس وبناء فترة جديدة لتونس، خاصة بعد العشرية السوداء التي مررنا بها والتي ساهمت كما قلت في تفقير الشعب التونسي وتدميره وتجريده وإرهابه، خاصة تفشي الإرهاب في تونس. واليوم نحن في فترة بناء، رئيس الجمهورية قد نبى نداءات الشعب. صحيح. أريد أن أفتح قوس صغير. رئيس الجمهورية أراد أن هذه الأزمة تنفرج تلقائيا بدون الرجوع إلى هذا الفصل، ولكن المنظومة التي كانت والبرلمان المجمد ورئيس الحكومة الساقطة لم يؤدوا أي اهتمام لهذه التنبيهات ولهذا ورئيس الجمهورية، ولكن لبى نداء الشعب. الشعب خرج طالب رئيس الجمهورية بتجميد البرلمان وبإسقاط هذه الحكومة، فما على رئيس الجمهورية إلا إن كان لبى هذا النداء واصطف مع الشعب. ويوم 25 جويلية هناك صورة قوية جدا، صورة قوية، وهي أن رئيس الجمهورية بعد الإعلان عن القرارات التاريخية والمصيرية التي أعلن عنها نزل إلى شارع بورقيبة، شارع الثورة في تونس وشارع الرمز في تونس، وكان في بجانب المواطنين واصطف معهم وتحدث معهم و يعني كان في صف خير ان صحيح. والصوره المعاكسه عفوا الصوره المعاكسه انه في 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 ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت الذي رئيس الجمهوريه في شارع بورقيبه، رئيس الحركه ورئيس المجلس المجمد رشيد الغنوشي امام مجلس نواب الشعب والباب موسد في وجهه، والعديد من المواطنين طالبوا برحيله. فهذه الفرق الكبرى وهذه بالتأكيد. الصورة التي يجب أن نقولها بأن رئيس الجمهورية لبى نداء الشعب وانقلب على الفساد وعلى الفقر وعلى التهميش وعلى البطالة وكان في صف الشعب. وضحت صورة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ربيع الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من متابعة وتفاصيل.